بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم،
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل 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 عليه وسلم اللهم صل على محمد
اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله.
الصلاة والسلام عليك يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله، الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله، الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله، الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله، الصلاة والسلام عليك يا من علمه الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين. അർഹമ റഹീമായ അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ് മുഅവ്വിദതൈനി, അതുപോലെ സ്വലാത്തുകൾ സലാമുകൾ അള്ളാഹുവേ എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഹഖ് ചാവ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്ന മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ അള്ളാഹുവെ നീ ചേർത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മുത്തുനബിയോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉസ്താദ്മാർക്കും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കുമെല്ലാം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹീമായ അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളിൽ പലവിധ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, എല്ലാവർക്കും ആജിലായ കാമിലായ ഷിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, എല്ലാവരുടെയും ഖബറിടം നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, അവരെയും ഞങ്ങളെയും എല്ലാം നീ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ്. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقية والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأساتذنا من الديون والمظالم والنار
اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم شهر رمضان ولا تجعلنا ممن خصمهم شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.